في مواجهة العجز الرسمي عن إنهاء آفة تفشي الأدوية الفاسدة أو المزورة التي تهدد صحة الملايين في غرب إفريقيا، تحاول شركات ناشئة تقديم حلول عملية لسد هذه الثغرة. وقد راودت أداما كاني فكرة تأسيس شركة جوكو سانتي السنغالية الناشئة، في حين لاحظ مع زوجته كمية الأدوية غير المستخدمة المخزنة لديهما، كما هو الوضع في الكثير من العائلات الميسورة على ما يؤكد. هذه الأدوية المشكوك بسلامتها تشتريها عادة الطبقات التي تجد صعوبة في الحصول على الأدوية، أولئك الذين لا يملكون المال لشرائها، وهي تكون بسعر أرخص. حاليا نساعد الناس للحصول على أدوية أفضل، وبالطبع نساهم في مكافحة الأدوية المزورة. وفي عدد خاص قبل عامين، أشارت مجلة American Journal of Tropical Medicine and Hygiene إلى أن دوائين مضادين للملاريا، أحدهما مزور والثاني قليل الفعالية، مسؤولان عن وفاة أكثر من 122 ألف طفل إفريقي عام 2013. في السابق كنت أجد صعوبة في شراء الأدوية، الآن باتت الطريقة أسهل. وتتصدر الهند قائمة بلدان المنشأ للمنتجات الدوائية غير القانونية، في حين تشكل الصين المصدر الرئيسي للأدوية المزورة بحسب المنظمة العالمية للجمارك.